صوروا امتحان وبعتوا لشاومينج علشان يغشش طلاب الثانوية. وزارة التعليم قبضت على 2 طلاب في لجنة امتحان التفاضل والتكامل بتهمة الغش الإلكتروني، وده بعد ما دخلوا اللجنة بالتليفونات وكمان طلعوها وصوروا الامتحان. المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشف تفاصيل تسريب امتحان التفاضل والتكامل، وقال ان تم ضبط طالب في لجنة تابعة لإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية، وكان بيحاول يغش بالموبايل وبيصور أجزاء من أسئلة امتحان التفاضل والتكامل. وكشف كمان ان تم ضبط طالب تاني في لجنة تابعة لإدارة الصلاحية الجديدة لمحافظة الشرقية، وبرضه كان بيحاول يغش بالموبايل. متحدث التعليم أكد ان بعد ضبط الطالبين وهم بيصوروا أسئلة امتحان التفاضل والتكامل علشان يبعتوها لشاومينج، وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطالبين دول. ما تنساش تقول لنا رأيك في تصرف الطالبين المتهمين بالغش الإلكتروني.